أختصر لكم شيئاً مما جاء في كتاب اسمه موت الغرب. في الكتاب هذا يؤكد المؤلف بدراسات وأرقام موت الغرب وانتهاءه، وينبه إلى أن هذا الموت هو في الواقع موتان. الموت الأول موت أخلاقي بسبب السقوط الأخلاقي الذي ألغى جميع القيم الدينية والتربوية والأسرية والأخلاقية الصحيحة. والموت الثاني موت ديموغرافي حيوي متمثل بالنقص السكاني. يظهر بوضوح في السجلات الحكومية اضمحلال القوى البشرية في الغرب وإصابة ما تبقى منها بشيخوخة لا شفاء منها إلا باستقدام المزيد من المهاجرين الشبان أو بالقيام بثورة حضارية مضادة تعيد القيم الدينية والأخلاقية إلى مكانتها التي كانت من قبل. ويقول إن الموت المقبل مريع ومخيف. هذا التراجع الأخلاقي والديموغرافي من صنع أيدينا ومن صناعة أفكارنا وليس بسبب خارجي، وهو وباء يحول الغرب عموماً وأوروبا بشكل خاص إلى قارة للعجائز. الغرب يموت إذ توقفت أممه عن التكاثر وبدأت بالانكماش. فهناك 17 بلداً أوروبياً اليوم فيها جنازات أكثر من احتفالات الولادة. والبلدان هي بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، التشيك، إستونيا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، ليتوانيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، روسيا. فالأوروبيون أنواع تتلاشى كما ذكرت صحيفة التايمز اللندنية. القصة ليست مجرد تخمينات أو توقعات أو احتمالات، إنما هي حقيقة واقعة تصدمك لشدة وضوحها، خاصة عندما تبدأ الأرقام بالحديث. فوفقاً لإحصاءات إدارة السكان في الأمم المتحدة عام 2001، هبط معدل الخصوبة عند المرأة الأوروبية إلى 1.4 طفل لكل امرأة، علماً أن الحاجة تدعو إلى معدل 2.1 طفل كحد أدنى لتعويض وفيات السكان الموجودين الآن، دون الحديث عن زيادة العدد. وإذا بقيت معدلات الخصوبة الحالية على ما هو عليه، فإن سكان أوروبا البالغ عددهم 728 مليون نسمة بحسب إحصاء عام 2000، سينقص ثلثهم على التقريب في نهاية هذا القرن. يقول المؤلف إن الأرقام تصبح مخيفة أكثر عند تناولها لتشخيص مرض النقص السكاني على مستوى الدول والأمم بعد 50 عاماً من الآن إذا لم يتم تدارك الأمر. ففي ألمانيا سيهبط التعداد السكاني من 82 مليون إلى 59 مليون نسمة. سيشكل عدد المسنين ممن تجاوزوا 65 سنة أكثر من ثلث السكان، وهؤلاء المسنون سيفوقون بعددهم الأطفال بنسبة أكبر من 2:1. أما إيطاليا فستشهد تقلص عدد سكانها البالغ 57 مليون إلى 41 مليون، وستصبح نسبة المسنين 40% من التعداد العام للسكان. في إسبانيا ستكون نسبة الهبوط 25%. ولا تتخلف اليابان كثيراً في اللحاق بمسيرة الموت السكاني، فقد هبط معدل المواليد في اليابان إلى النصف مقارنة بعام 1950. ينتظر اليابانيون تناقص أعدادهم من 127 مليون نسمة إلى 104 ملايين عام 2050.